السلام عليكم اصدقائي الاعزاء الاوفياء متابعي قناه خالد متيب، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غادي يكون سريع، هنيئا للقنوات اللي عندها اكثر من 500 مشترك. تم تفعيل ميزه المنتدى على جميع القنوات اصدقاء، يعني الناس اللي كانوا كيقولوها كيفاش ديروا طلب، ديروا رساله، ديروا ما كاين من داك الشيء والو اصدقاء. وانا غادي نعطيكم اصدقاء قناه ثانيه عندي فيها 600 مشترك، وتم تفعيل ميزه المنتدى بدون اي اجراء مني. يعني تم تفعيل ميزه المنتدى على جميع القنوات الصغرى. اللي عنده قناه على اليوتيوب فيها اكثر من 500 مشترك ضروري تكون عندك 500 ما فوق، ضروري اصدقاء دخلوا وغادي تلقاو ميزه المنتدى تفعلت عندكم. والمنتدى اصدقاء راه مفيد جدا، لان هذه الميزه هذه كتعاونكم بزاف، وراني سبق لي شرحتها لكم في فيديو سابق. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، كيفاش تنزلوا اي حاجه على المنتدى، وكيفاش تبارطاجيو الفيديوهات على المنتدى، وكيفاش المنتدى الفائده ديالو وفاش كيعاوننا. المهم اصدقاء ضروري هاد التحديثات هذه اللي كتكون جديده، لذلك درت لكم هذا الفيديو سريع باش نحاول انني نذكركم بهاد الفكره. ربما الناس كاين اللي ما غاديش يرد البال، اولا كاين اللي ما غاديش يعرف هاد الميزه نهائيا حتى غادي يشوفها عنده في القناه ويبدا يتساءل. لذلك حاولت انني ندير الفيديو باش المتابعين اللي عندي في القناه يكونوا على علم بذلك. وانا غادي نعطيكم صوره من القناه ديالي باش تاكدوا. المهم اصدقاء اللي اول مره كيشاهد القناه كنتمنى انه يشارك في القناه ويدير لنا لايك للفيديو، واللي مشارك في القناه لا باس اصدقاء انكم ديروا لنا لايك للفيديو. اي تساؤل، اي موضوع بغيتونا نديروه في القناه اصدقاء اكتبوا لنا في التعليق، واللي بغى يتواصل معنا على اي مشكل الانستغرام دائما كنخليه في شاشه الفيديو وكذلك في صندوق الوصف، ونوريكم اصدقاء الصوره من قناتي. المهم انتم اصدقاء باش نوريكم باش تعرفوا بانه تم تفعيل ميزه المنتدى، مشيو للقناه ديالي، مشيو لليوتيوب. هذه قناه عندي سميتها خالد تيب لايف وراكم كتعرفوها. ندخلوا القناه، هانتوما فيها 600 ابوني اصدقاء. هذه القناه الخاصه بدعم القنوات اللي دائما كنت كندير عليها فيديوهات دعم القنوات. هانتوما كما كتشوفوا اصدقاء كوميونيتي، يعني المنتدى تم تفعيل ميزه المنتدى، مازال اصدقاء ما بارطاجيت فيه حتى شي حاجه، يعني باقي فارغ نهائيا. المهم اصدقاء هذه الميزه تفعلت في جميع القنوات اصدقاء اللي عندها اكثر من 500 مشترك. هذا هو الفيديو أصدقاء، كنت أشكركم على حسن المشاهدة، والسلام عليكم.